صباح الفل عليكم. النهارده هنتكلم عن الميموري كاردز. سان ديسكو توشيبا وباناسونيك 1999 اتجمعوا عشان يعملوا اول ستاندرد سكيور ديجيتال كارد، واللي اتعمل اصلا عشان الكاميرات الرقميه. 2003 كان اول ظهور للميني اس دي كارد، و2004 كان اول ظهور للمايكرو اس دي كارد، واخيرا هواوي اعلنت في 2019 عن النانو اس دي كارد. الميموري كارد بنقدر نستخدمه بشكل اساسي في الكاميرات الرقميه، وكمان في الموبايل فونز بشكل كبير دلوقتي، وكمان تقدر تستخدمه انك تنقل داتا او بيانات من جهاز للتاني. دلوقتي هناخد الستاندرد كارد كمثال نتعرف بيه على الاشكال والرموز اللي موجود على الميموري كارد، وكل رقم او شكل بيعكس ايه مميزات الكارت ده. اول حاجه والبديهي ان احنا نعرف الميموري كارد ده كام جيجا، او مساحته قد ايه، او هيقدر يستوعب داتا قد ايه. فكل ميموري بيكون مكتوب عليه الداتا او الساعه دي صريحه، او بتكون موجوده على هيئه رموز بتوضح الداتا دي. السكيور ديجيتال اسوسيشن قسمتهم لاربع انواع: الاس دي اس سي، وهي بتكون بدايه من 1 ميجا ل 2 جيجا بايت. الاس دي اتش سي، وده بيكون اوفر 2 جيجا لحد 32 جيجا بايت. بعد كده الاس دي اكس سي، هو اوفر 32 جيجا لحد 2 تيرا بايت. والحقيقه ان انا دورت كتير وما لقيتش اي حاجه وصل 2 تيرا بايت، وكان اقصى حاجه موجوده على امازون هو 1 تيرا بايت بس. الاس دي يو سي، وده بيقول ان هو بدايه من 2 تيرا بايت لحد 128 تيرا بايت، وبناء على ان انا ما لقيتش غير 1 تيرا بايت فمش عارف هلاقيه فين. تاني حاجه هنتكلم عليها وهي السبيد كلاس. والسبيد كلاس هي اقل سرعه مستمره للكتابه على الميموري كارد، وبتكون على الميموري كارد على هيئه حرف سي وجواه رقم. زي ما احنا شايفين كده كل رقم بيرمز لسرعه معينه، وهو بيكون بالميجا بايت في الثانيه. الحاجه اللي بعد كده وهي اليو اتش اس او الالترا هاي سبيد، وهي بترمز لاقل سرعه كتابه على الميموري كارد زي السبيد كلاس، ولكن بتكون على الميموري كارد على شكل حرف يو وجواه رقم، وكل رقم زي ما احنا شايفين بيرفلكت سرعه الكتابه بالميجا بايت في الثانيه برضه. ولكن بتختلف عن السبيد كلاس، زي ما احنا شايفين ان السبيد كلاس كان الماكسيمم بتاعه كان 10 ميجا بايت في الثانيه، لكن هنا هي بتبتدي من 1 و3، 1 10 ميجا بايت في الثانيه، و3 اللي هي 30 ميجا بايت في الثانيه. وهي بتكون مخصصه اكتر للملفات اللي محتاجه سرعه عاليه جدا في الكتابه، وبتستخدم مساحات كبيره متتاليه للتخزين زي الفيديوهات مثلا. بعد كده هنلاقي عندنا الفيديو سبيد كلاس، وده بقى اخر حاجه مستحدثه دلوقتي في عالم التكنولوجيا والتصوير، بالذات لمصورين الفيديو وخاصه ال 4K وال 8K، ودي بتكون موجوده على الميموري على شكل حرف V وجنبه رقم، والرقم ده بيوضح لك مقدار اقل سرعه متتاليه ممكن يكتب بيها الميموري كارد دوت، او يسجل البيانات بتاعه الفيديو خاصه. وزي ما احنا شايفين هي بتبتدي من V6 لحد V90، وكل رقم من دول بيرفلكت السرعه بتاعته بالميجا بايت في الثانيه. لو نلاحظ ان اخر ثلاث حاجات اتكلمنا عليهم، السبيد كلاس واليو اتش اس والفيديو سبيد كلاس، هم تقريبا بيقدموا نفس الحاجه، وهي اقل سرعه متتاليه للكتابه على الميموري كارد. دلوقتي هنشوف جدول بيوضح الثلاثه مع بعض، وكمان نقدر نستخدمهم في ايه. الحاجه اللي بعد كده هي اليو اتش باس سبيد، وهي سرعه نقل او تخزين البيانات بين الميموري كارد والجهاز، وهي بتختلف من نوع اس دي كارد للتاني، وبتكون موجوده على الميموري كارد على شكل حروف لاتينيه 1 2 3. دلوقتي هنشوف مع بعض سرعه نقل البيانات او تخزينها على الميموري كارد من اول الديفولت اس دي كارد لحد الاكسبرس اس دي كارد. حاجة أخيرة عن اليو اتش باس سبيد، وإن احنا نقدر نميز الفيرجن 2 و3 عن الفيرجن 1، إن بيكون ظهر الميموري كارد فيه صفين من البينز مش صف واحد زي الستاندرد اس دي كارد العادي. أوقات بنلاقي مكتوب على الميموري كارد سرعة القراية والكتابة، أو ساعات بنلاقي حاجة واحدة فيهم بس، والكتابة هي سرعة تسجيل البيانات على الميموري كارد، والقراية هي سرعة نقل البيانات من على الميموري كارد لأي جهاز تاني. أوقات رقم القراية والكتابة ما بيكونش موجود صراحة على الميموري كارد كام ميجا بايت في الثانية، ولكن بيكون موجود على هيئة رقم جنبه حرف اكس، ولناخد مثلا 533 اكس. وعلشان نحول الرقم ده للميجا بايت في الثانيه بنعمل عمليه حسابيه بسيطه، وهي اننا بنضرب الرقم ده في 150 وبنقسمهم على 1000. ال 150 جت منين وال 1000 جت منين؟ وده اللي هنعرفه دلوقتي. ال 150 هي اقصى معدل سرعه نقل داتا للسي دي روم، اسم طويل جدا كده، لكن ده اللي كنا بنستخدمه زمان في نقل الملفات من السي دي روم للجهاز، وبنقسمها على 1000 علشان نحول من الكيلو بايت للميجا بايت ويكون اسهل ان احنا نفهم. دلوقتي احنا تقريبا عرفنا كل الرموز والارقام والحاجات اللي بتكون موجوده على الميموري كارد معناها ايه، ونقدر نختار دلوقتي الاحسن لينا والافضل لينا ولشغلنا بكل سهوله. شويه تيبس كده صغيره عن الميموري كارد مهم انك لازم تعرفها. كل ستاندرد اس دي كارد موجود فيه فوق على الشمال كده علامه لوك صغيره بتخليك تقدر تعمل بروتكت للداتا بتاعتك على الميموري كارد، فمش بيسمح لك الا انك تعمل بس
كوبي للداتا بتاعتك من على الميموري، لكن ولا بيسمح لك انك تحط داتا عليها تاني ولا انك تمسحها من عليها. فهو افضل خيار ليك بعد ما تخلص تصوير مثلا انك تقفل اللوك ده لحد ما تبتدي تستخدم الميموري كارد مره تانية، او انك حتى تنقل الداتا من عليه، فكده انت بتحافظ عليها انها ما تضيعش منك. كمان بعض الميموري كارد بيكون موجود فيها بيلت ان واي فاي، وده بيسمح لك انك تنقل الداتا من الميموري كارد وهو موجود جوه الكاميرا للموبايل بتاعك مثلا او اللابتوب لو انت قدرت توصله بيه. ودي ميزه كويسه جدا للناس اللي الكاميرات بتاعتها ما بتدعمش الواي فاي او الترانسفير داتا من الكاميرا او بيكونش فيها كونكشن بلوتوث او واي فاي، انها تقدر تاخد الملفات بتاعتها بسهوله من الكاميرا دايركت. وطبعا ده بيوفر كتير جدا من استهلاك البطاريه بتاعه الكاميرا للواي فاي اللي بيكون موجود جوه الجهاز نفسه. حاجه مهمه جدا لو الكاميرا بتاعتك بتدعم 2 ميموري كارد انك تستخدم الاثنين باثنين ميموري كارد لتخزين الداتا بتاعتك، ودي بتسهل عليك جدا لو حصل لك اي مشكله في واحد من الاثنين ميموري كارد انك تقدر تستخدم الثاني كبديل ليه. يفضل طبعا انك تنقل الداتا بتاعتك من الميموري كارد للجهاز عن طريق ريدر، مش عن طريق انك توصل الديفايس ذات نفسه او الجهاز سواء الموبايل بتاعك او الكاميرا بتاعتك على الجهاز دايركت. وطبعا يفضل ان الريدر ده يكون من البراندات الموثوق فيها زي الليكزار او سانديسك او غيرها. حاجه اخيره، انت مش بتدفع مبلغ قليل جدا ولا في الكاميرات ولا العدسات ولا المعدات بتاعه التصوير بتاعتك، فمش لطيف خالص انك تجيب ميموري كارد يكون سعره رخيص بالنسبه لك ومساحته عاليه. انت لازم تقرر وتقارن من الاول بناء على الحاجات اللي قلناها في اول الفيديو ايه انسب ميموري كارد ليك بناء على الداتا اللي انت محتاجها، علشان ما يحصلش معاك دروب في التصوير او ما يحصلش معاك ان الداتا بتاعتك باظت او الميموري كارد فصل منك وانت بتصور. حاجه هنتكلم عليها سريعا كده وهي الاس دي ابلكيشن بيرفورمانس كلاس، واللي مدعومه للموبايلات الاندرويد بتاعتها من فيرجن 6، وبيكون موجود على الميموري كارد على شكل حرف A وجنبه رقم 1 او 2، وهو سرعه الميموري كارد في معالجه البيانات بتاعت الابلكيشنز اللي انت ممكن تكون بتستخدمها على التليفون بتاعك لكن من الميموري كارد. وفي الحالتين بيكون الحد الادنى للكتابه والقرايه على الميموري هو 10 ميجا بايت في الثانيه، ولكن بيختلف في حاجه ثانيه خالص. بتختلف في الحد الادنى في الكتابه والقرايه العشوائيه على الميموري، واللي هي بتتقاس بالاي او بي اس، وزي ما هو واضح ان الكلاس اي 2 اسرع من الكلاس اي 1. اخر حاجه معانا وهي الكومباكت فلاش والسي فاست، ودول بنستخدمهم في الكاميرات الرقميه العاليه او كاميرات السينما لاعتمادهم على السيريال اي تي اي باس سبيد اللي بيستخدم في نقل البيانات بسرعه عاليه جدا. لو عندك اي سؤال او استفسار على الميموري كاردز تقدر تسيبه لي في الكومنتس وانا هرد عليك، واشوفكم الحلقه الجايه.